يقدم لكم مدير معهد لبيك لتحفيظ القرآن كتابا رائعا ألفه الأستاذ مشرقي الشيري الماجستير تحت العنوان كتاب المحادثة اليومية على منهج الكيفة الميسر لتعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana khalifatan fil ard wa 'allamahul bayan wa anzalal qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-arabiyyil bayyin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. فإن اللغة العربية هي لغة الإسلام والمسلمين منذ طلوع فجر الإسلام وما يزال المسلمون يستخدمون هذه اللغة التي نزل بها القرآن الكريم وتحدث بها خاتم الأنبياء والمرسلين وجعلها شعارا من شعائر الإسلام على مدى العصور. أيها المشاهدون الكرام، فمن المعلوم أن هناك العديد من الكتب التي تتحدث عن مناهج وطرق تعليم اللغة العربية، ومن بينها هذا الكتاب المسمى بتعليم اللغة العربية بمنهج الكفاء. وجدير بالذكر من مزايا هذا الكتاب للمجلد الأول أنه اتخذ الأسلوب المباشر لتعليم اللغة العربية لغير ناطقين بها. فالأسلوب المباشر طريقة عملية أعمق أثرا وأكثر تعلقا بالذاكرة، حيث نشاهد في حياتنا اليومية أن الصبي يتعلم اللغة بالاستماع إلى الألفاظ والكلمات والجمل المنطوقة تدخل في آذان الصبيان وتستقر في آذانهم، فينطقونها ويكررونها ويمارسونها ولا يترددون فيها. أما المجلد الثاني، يحتوي هذا الكتاب على القواعد النحوية والصرفية، حيث يجد فيه الطلاب والقراء الاستيعاب الشامل والفهم الدقيق بطريقة ميسرة بإذن الله سبحانه وتعالى. وفقكم الله وبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي دوي لطفي والحكام. اسمي إخلاص العمل. اسمي رجب مرسان. اسمي محمد رامي. اسمي غسطي خالد ذوالقرنين. أنا طالب في المعهد لبيك. قبل أن أدخل إلى هذا المعهد ما عرفت اللغات العربية ولا أستطيع أن أتحدث بها، وعندما أدخل إلى هذا المعهد الحمد لله عرفت واستطعت أن أتحدث بها. فيا أيها المشاهدون، هذا الكتاب يسهلكم في بداية تعلم العربية حتى لمن أراد التعمق والتبحر في قواعدها. وإذا تعلمتم به حق التعلم والاجتهاد يكفيكم شهر واحد إن شاء الله لتعلم إياها. ومن يريد الحصول والحجز على هذا الكتاب فليتصل بنا بهذا الرقم الهاتفي. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.